السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة أخبار الفجر سبور. ندعوكم لمتابعة ملخص مقابلة فريقي فتيات السعيدية ومصدر فريق جوهرة نجم العريش برسم الدورة العاشرة من بطولة القسم الوطني الثاني شطر الشمال لكرة القدم النسوية، والتي انتهت بفوز الفريق العريشي نتيجة وأداء بحصة 3 أهداف لا شيء، ليبقى الفريق العريشي مستصدرا بفريق 6 نقاط عن الملحق شباب المحمدية. وقد أدار هذه المقابلة طاقم تحكيم من عصبة الغرب بقيادة الحكم عصام الزيدي. قد حضر مساندة الفريق العريشي ابن مدينة العريش الفنان المتألق عزيز شبيبة. الفريق العريشي بحث عن تسجيل هدف السبق منذ انطلاق المقابلة، هنا تمريرة جيدة من المتألق زهرة في اتجاه اللعبة مونيا، لكن تدخل دفاع فريق فتيات السعيدية. تمريرة أخرى من اللعبة زهرة، لكن تألق دفاع فريق فتيات السعيدية حال دون تسجيل الهدف. هنا ستسجل اللاعبة فاطمة الزهراء هدف بالإكستيريور وبطريقة اللاعبين الكبار، هدف السبق في حدود الدقة 10، ولروعة الهدف نشاهد الإعادة. وفرحة اللاعبة فاطمة الزهراء بهذا الهدف رفقة الطاقم التقني للفريق. دفاع فريق فتيات السعيدية قدم لقاء كبير وانقذ فريقها من عدة محاولات للتسجيل. هنا اللاعبة زهراء تضيع الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من اللاعبة المتألقة اللاعبة مونيا. ينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق العريشي بهدف لصفر من توقيع اللاعبة المتألقة فاطمة الزهراء. مرحبا باللاعبة زهراء الجلاصي، كيفاش الالتحاق ديالك بفريق جوهرة نجم العريش؟ أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، كنت هضرت مع الاستاذ سعيد الوطني على طريق الانترنت، صيفط لي السي في ديالي حيت كنت كنلعب مع نادي بنك الاسكان، كنا بريمير سيري والنادي اللي قبلو تونيسيا كلوب الخطوط التونسيه. صافي دويت معاه وصيفط لي السي في نتاعي وكذا، صافي عجبو داك الشيء وقال لي مزيان. صافي صيفط لي البيه ديال الطياره والترحيب كان مزيان مزيان بزاف. صافي وجيت للعرايش، ومن 2018 انا هنا هكا جيت للعرايش ورحبوا بيا احسن ترحيب، وشكرا لهم بزاف، لجميع الطاقم الاداري سي حسن بغا، الاستاذ ايوب نضاويه، كوتش سعيد الوطني، المهم كلشي فرحوا بيا مزيان. وصافي ندوزين هنا الوقت مزيان مع الفرقه، وان شاء الله دائما نعطيو البلوس الفرقة، ما كنبغيوش نعطيو شي حاجة سلبية ولا شي حاجة، وداك الشيء اللي كاين. صافي زهراء جلاصي، جلاصي اسم معروف في الكرة التونسية، شنو تيجيك رياض جلاصي؟ عمي خو بابا. صافي شنو تقدري تقولي للجمهور العرائشي ان شاء الله في هذا الموسم هذا؟ ان شاء الله نشوفوا ان تحقق صعود ان شاء الله قريب، نتائج إيجابية، فريق تبارك الله في المستوى الكبير. شو تقدري توعدي اللي توعدي به الجمهور العريشي؟ انا نوعد هاد الجمهور والفرقه وكل شيء ان شاء الله هاد الموسم غنطلعوا، والتالق دائما القدام، وديما كنعطيو البلوس للفرقه، وان شاء الله في هاد العام نطلعوا بريمير سيري ونفرحوا اول حاجه الفرقه ديالنا والمسؤولين، ثاني حاجه نفرحوا المدينه كامله اتفرح باش غنطلعوا. الفريق العريشي بحث منذ بداية الشوط الثاني عن هدف تأمين النتيجة، وكان يتأتى له ذلك لولا تدخل دفاع الفريق الزائر. لاحظوا هنا اللاعبة عيشة كبار ماذا ستفعل بدفاع فريق فتيات السعيدية، وروها بطريقة اللاعبين الكبار. ومتابعة الفنان عزيز شبيبة للاعبة الفنانة عيشة كبار. وبعد عدة محاولات اللاعبة عائشة ستسجل الهدف الثاني لفريق جوهرة نجم العريش بعد تمريرة رائعة من اللاعبة المتألقة أمينة الفريق فاطمة الملكي في حدود الدقة 12 من الجولة الثانية. وفي حدود الدقة 16 من الجولة الثانية اللاعبة المتألقة مونيا ستسجل الهدف الثالث بعد ارتباك واضح من طرف دفاع فريق فتيات السعيدية. هنا
هنا قطفة ممتازة للاعبة فردوس، لكن تدخل أروع لحارسات فريق فتيات السيدية. تحركت اللاعبة مونيا أزعجت كثيرا دفاع فريق فتيات السيدية. هنا قذفت اللاعبة نور لكن فوق المرمى. هنا فريق جوهرة نجم العريش يتمكن من تسجيل الهدف الرابع بواسطة اللاعبة زهرة، لكن الحكم يرفع الراية معلنا حالة التسلل، وفي الإعادة يتضح أن الحكم كان على صواب في هذه اللقطة. تنتهي المقابلة بفوز الفريق العريشي بثلاث أهداف لصفر، ليبقى مبتعدا عن فريق شباب المحمدية بست نقاط في انتظار المقابلة التي ستجمعهم الأسبوع المقبل بمدينة المحمدية. شنو ممكن تقول لنا على هذه المقابلة هذه والأهداف ديالكم في هذا الموسم؟ بالنسبة للنتيجة ديال المقابلة، انتصار مستحق لجوهرة العرائش، يعني يستحقوا الانتصار ديالهم، وإلى راهم في المرتبة الأولى ربما الانتصار العاشر على التوالي، فهذه النتيجة هذه على حسب الأداء اللي قدموه كيأكدوا الصحوة ديالهم ويستحقوا المرتبة الأولى، يعني المرتبة لهم مستحقة ويستحقوا الصعود إن شاء الله. نتمنى لهم الصعود للقسم الوطني الأول، كما نتمنى التوفيق للفرق المنافسة على الصعود. بالنسبة لنا احنا ما كنلعبوش أكيد على الصعود، فيكفينا اننا نكونوا في وسط الترتيب، ولحد الان رحنا في الاهداف ديالنا راها محققه بحكم الامكانيات اللي عندنا وبحكم الاسلوب ديال الاهداف ديالنا المسطره، فرحنا وفق الاهداف المسطره ديالنا والامور رحنا مزيانين، رغم ان هذه النتيجه كنتقبلوها بروح رياضيه، وان شاء الله غادي نكونوا غادي نزيدوا نشتغلوا كذلك باش نكونوا الاحسن. وهنيئا مره اخرى للفريق جوهره العرائش والسي سعيد اللي انتصروا علينا وانتصار مستحق، وشكرا. هذا سعيد لفريق فتيات السعيد ما شاء الله. شكرا لكم، شكرا لكم بارك. معنا مدرب فريق جوهرة نجم العريش لكرة القدم النسوية السي سعيد وطني. أولا مبروك الفوز العاشر على التوالي الآن ونتيجة بثلاث أهداف لصفر، شنو ممكن تقول لنا على هذا اللقاء وفين وسط الطموحات ديالكم هذا الموسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى كنقولون أخبار الفجر مرحبا بك وعلى التتبع ديالك الكرة القدم النسوية خصوصا المحلية ديال مدينة العرائش. بالنسبة لهذا الفوز هذا في الحقيقة ما كانش يسهل بحال اللي كانوا بعض المباريات السابقة، لأن الفريق ديال السعودية في الحقيقة فاجأنا اليوم، عنده بنات تبارك الله عليهم صغار كيتقاتلوا كيبغيو يعني كتحس بهم كيباغيين يربحوا، لأن كيلعب على المدينة ديالو، ماشي بحال الفريق أنه كيكون مجموعة غير من اللاعبين كل وحده من نايم. الحقيقه حتى الشوط الثاني هذا قرينا شي شويه، لان ما كنعرفوا عليهم حتى شي حاجه، عرفناهم كيفاش كيلعبوا، حاولنا اننا نستغلوا هذيك نقطه الضعف ديالهم هما، والحمد لله النتيجه كانت بثلاثه، والاداء غنقول لك راضي عليه، نورمالمون راضي عليه واخا ماشي في 100% بالحق راضي عليه، لان عندنا بزاف الاكراهات اللي هما الاعطاب، عندنا اكراهات البنات كاين اللي عندهم امتحانات اليوم، يعني لعبنا عاوتاني فريق بتشكيله مغايرا للتشكيله اللي كيلعبوا بها دائما، وكنقول للبنات برافو، وكنقول للاخوان ديالنا ديال السعوديه مرحبا بكم وحظ سعيد في المقابله الجايه، وكما قلت لهم دابا عاد بان عندهم فريق غايقول الكلمه ديالو في الدورات القادمه، انا مأكد أن فريق السعودية يكون عنده كلمة أخرى في الدور الثاني إن شاء الله. شكرا. السعيد بالنسبة كنشوفوا أن انتصارات تبارك الله بنتيجة وأداءان، الفريق تقدم أداء مبهر، كيفاش تعيشوا أجواء البطولة وأنتم الحالة المادية أو الوضعية المادية لفريق نجم جوهرة العرائش ضعيفة وضعيفة بزاف، كيفاش تسيروا البطولة في هذا الموسم هذا بهذه الإمكانيات اللي كما قلنا ضعيفة وضعيفة بزاف؟ شكرا على هذا السؤال هذا، لان هذا السؤال ولا مهم ومهم في هذه الساعه. اللي ما كيعرفش دابا الحاله، يعني الحاله هي الحاله الماديه على جميع الفرق لا الذكوريه ولا الاناثيه، انما الفريق النسوي ديال العرائش لحد الساعه كما كيعرف الجميع انه كي ولاو عليه المصاريف اكثر واكثر، لان البنات كيربحوا خصك توفر لهم المنحه ديالهم، وكاملين واخدين المنح ديالهم، كل شيء واكل المسائل ديالو، كل شيء مخلص الامور ديالو، كيفاش كنجيروا الامور؟ بعض المساعدات ديال الاخوان الاصدقاء ديالنا المحبين ديالنا، لاننا باقي ما لحد الساعه باقي ما خدينا حتى شي منحه،
بحالنا بحال جميع الفرق المحليه، باقي كنتسناو المنحه ديال المجلس الاقليمي، المجلس الجهه، المجلس البلدي، اللي حد الساعه باقي ما خدينا تا 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 درهم. حنا كنتقاتلوا في انتظار انها تتفرج على هذه المنح ونجبروا باش نحافظوا البنات، لان دابا ولاو البنات ولا الجمهور كيطالبك انك وليتي كيطلب منك الصعود، والصعود راه خصو بزاف ديال المسائل الماديه وبزاف الحاجات، وحنا دابا كنلعبوا شي على الصعود، كنلعبوا ماتش ماتش ديالنا، كنوفروا الامور ديالنا للبنيات اللي عندنا، والكمال على الله في المستقبل ان شاء الله. شكرا سي سعيد. شكرا.